بعثرات في قضم المواجهة مع ساعات يومك. ستشعر بكثير من الأحاسيس المبعثرة ممتزجة بين الرضا والسخط والطمأنينة والقلق وضبط النفس يشوبه الانفعال. فقط خذ نفسا عميقا وتذكر أن الأهم أولى من المهم، وأن لكل يوم أولويات. قف عند تلك الحروف وأدرك أن شتات فكرك مخاضه الألم وميلاده بعثرات. لا تقلق، فقط استقم وابتسم.